ننتقل الآن إلى ملك المشاعر السلبية. ما هو ملك المشاعر السلبية اليوم؟ إيش رأيكم؟ ما هو ملك المشاعر السلبية؟ ما هو التنفس؟ التنفس 40 نوع. التنفس العميق هو التنفس الذي يكون التنفس من الأنف إلى أعماق البطن وليس من الصدر، ونخرج التنفس من الصدر إلى عن طريق الفم، عفوا من البطن إلى ما يسمى إلى من الفم، نأخذ من الأنف إلى أعماق البطن ونخرجه من أعماق بطوننا وليس من صدورنا. هذا إن شاء الله بنتكلم عنه في دورة بتكون اسمها عن النجاح في الحياة، بنتكلم عن مسألة التنفس العميق ونشرحه ونطبقه تطبيق عملي معكم. القلق والاكتئاب، صحيح، تخزين مشاعر سلبية. ملك المشاعر السلبية اليوم التوتر. التوتر، التوتر، من منكم لديها توتر؟ من منكم لديه توتر بشكل يومي؟ إيش رأيكم؟ الفضفضة صعبة وسط ناس ما تفهمك، ولذلك اختاروا الشخص المناسب للفضفضة. من منكم يعيش بشكل يومي توتر؟ من منكم عنده توتر بشكل يومي؟ نعم عندي. كيف نعم عندي أم حمد؟ يومياً. في رأيك ليش يرفض الإنسان السلبي مساعدة الناس القريبين المحيطين به ويبحث عن جو بعيد عنهم؟ إنسان سلبي، إنسان سلبي يحب الناس يكون دائماً على مشاكل، ما يبغاهم يكونوا مرتاحين. طبعاً كل البشر اليوم في توتر، وأنا أحدكم. اليوم ضريبة المدنية التي نعيش فيها أننا كلنا عندنا توتر، ما في أحد ما عنده توتر. اليوم عندنا توتر مالي، توتر في مواقع التواصل الاجتماعي، سبحان الله صار تويتر اليوم سباب وشتام. توتر أسري، هناك خلافات أسرية بين الأزواج وضغوطات بشكل كبير. توتر في بيئة العمل، الطلاب متوترين من الاختبارات ومن التقارير ومواصلة الدراسات. المجتمع اليوم مرهق، المجتمع مشحون شحن كبير، لذلك هذا التوتر الذي نعيش فيه يؤثر علينا بشكل كبير. طيب توتر، نعم، من الأطفال، توتر من فترة المراهقة قد تكون مزعجة عند بعض الأهل. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نعالج التوتر؟ ضغوطات الحياة كيف تعالج؟ كيف تعالج ضغوطات الحياة؟ كيف تعالج ضغوطات الحياة؟ توتر من خزوق البيت، خصوصا من تقاعد، كله معصب معي قبل شيء، خلاص الآن متقاعد عاد، خلاص هو ينظر إلى كل شيء. محاولة التجاهل، هل التوتر أتجاهله؟ العلاج الحقيقي، أولا أبتعد عن المثيرات. التوتر مرتبط بالمثيرات بشكل كبير. بعض الناس زحمة السيارات لما هو رايح الدوام سبب له مثير جدا مهم، مثير جدا خطير. ما هو الحل؟ يحاول يسمع محاضرة، يسمع دورة، يأخذ نفس عميق، يتنفس، يبتعد عن هذا المثير. امرأة زوجها متقاعد، تبتعد عن هذا المثير، طبعا صعب. هنا لازم تتكيف مع هذا الواقع، تصنع له صحة نفسية. أهم شيء سنبتعد عن الأصدقاء السلبيين، الأماكن السلبية، الأخبار السلبية، مواقع التواصل الاجتماعي. يحاول يبتعد عن كل شيء يثيره ويجعله إنسانا متوترا. كيف صحة نفسية؟ صحة نفسية هذه دورة كاملة، أنا بتكلم عن الصحة النفسية بإذن الله تعالى. رقم 2، الهوايات. الهوايات مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية. ابحثوا عن الهوايات، لازم كل يوم تمارسوا 3 هوايات تستمتعوا بها بشكل كبير. تقرأوا مثلا في التاريخ أخبار الحمقى والمغفلين، تتابعوا مقاطع مضحكة، تمارس التلوين، اللعب بالصلصال، تمارس مثلا التلوين، تصميم، أي شيء محبب بالنسبة لكم. حتى ممكن يكون طبخ، لكن ما يكون طبخ إلزامي أو إجباري. أن مثلا أريد، مثلا على سبيل المثال أريد أشرب قهوة، كيف يكون القهوة؟ أني أختار لي مكان جميل في البيت، مكان جميل، وألبس ملابس جميلة، أتبخر، أترتب، وأجعل المكان مقدس، أختار لي أكواب جميلة، دلة جميلة، حتى أصنعها بروقان. هذه هواية، أني أصنع هذه القهوة وأجلس أشربها بهذه الطريقة. ما تكون فقط أني أنا أجلس خلص شغلي وأشرب قهوة،
هذه ما صارت متعة أبدا. أو بعض الأحيان أمشي، أغلب الناس اليوم مارسوا الرياضة لأجل يخفف الوزن، لأجل ما يكون عنده ضغط أو كوليسترول أو الأمراض النفسية، فهنا هو ما يمشي لأجل المتعة. المشي لأجل المتعة أني أمشي وأنا مستمتع، أشوف السماء، القمر، كذا. بعض الناس يقول لك أنا أمارس هواية القراءة. القراءة إذا أردنا هواية القراءة تكون هواية ماذا؟ نقرأ التاريخ، نبتعد عن كتب تنمية البشرية، كتب كذا، وإنما نقرأ الكتب الجميلة، أخبار الحمقى والمغفلين، تاريخ الأندلس، تاريخ مثلا دول الأمم والملوك، نستمتع بها بشكل كبير. إذا كان التأمل حط جزء من حياة التأمل، الاسترخاء، ابتكر شيء جديد. الذي يقتل التوتر هو ممارسة ثلاث هوايات يوميا. ابحثوا عن ثلاث هوايات. هذا هو ملك المشاعر السلبية. طبعا المشي على الشاطئ صحيح من أشياء جدا جميل، المشي على الشاطئ أنا صراحة لاحظت أنه أفضل. أبقى أقرأ هذا الكلام راح، لأن كتب تنمية البشرية فيها علم وتحتاج تركيز، تحتاج أني أركز مع هذه الكتب وأني أستفيد منها وأجيب ملخص. حنريد الهوايات هي التي تعطينا متعة، تبعدنا عن التفكير. أقرأها في وقت يكون أنا خلاص أموري تمام. نعم بلا شك القرآن الكريم افترض الإنسان يكون عنده ورد يومي لقراءة القرآن الكريم. البحر له دور كبير في هذا الموضوع. في بعض الإجابات أنا أقدر، نعم صالون تجميل جدا مهم بالنسبة للمرأة. التسوق علاج جدا مهم خاصة للمرأة وللرجال والنساء، لكن بشرط أن نتسوق كل يوم بريال ونص، ما نزيد عن ريال ونص. تدخل مركز تجاري أشتري الحلاوة أو عصير وأطلع، أما إني أدخل مركز تجاري وأشتري مبالغ ضخمة، هذا الأمر ماذا يسبب عندي؟ يسبب عندي مشكلة نفسية، يكون عقل اللاواعي يقول لي أنت يعني أنت الآن اشتريت بمبلغ كبير بشكل كبير. لذلك ابحثوا بشكل كبير عن مسألة الهوايات تكون جزء من حياتكم اليومية. أنا لما أعالج الاكتئاب، الجلسة الأولى في الاكتئاب أعلم الأشخاص كيف تكون عندهم جزء من حياتهم، من 24 ساعة من حياتهم يكون وقت خاص مقدس لهم. وإن لنفسك عليك حقا، لابد أن تعطوا ذواتكم حق، مهما كنت ارتباطكم بالعائلة، بالدوام، بالزوج، بالأولاد، بالزوجة، لابد أن تجعلوا جزء من وقت لكم، 20 دقيقة، نصف ساعة، خلاص وقت خاص، أقرأ كتاب، أخذ تنفس عميق، أمارس بعض الهوايات الخاصة، ثم أرجع إلى الحياة مرة أخرى. هذه بالنسبة للهواية. التوتر إذا استمر عند الإنسان بشكل كبير كفيل أن يأتي بالإنسان بكل الأمراض النفسية. يأتي الإنسان بالحزن، بالقلق، بالتوتر، يأتي بالاكتئاب الذي يدمر الإنسان تدمير، يأتي الإنسان بالوسواس القهري، ويأتي بأمراض نفسية، أمراض عفوا عضوية جسدية، أمراض المعدة، الأمعاء، البطن، القولون العصبي، صرير الأسنان، أرق في النوم. كل هذه الأشياء تأتي عن طريق الإنسان إذا لم يبتعد عن المثيرات وكانت عند فقد الهوايات المتعة. يعني أسوأ شيء الموظف يشتغل من الأحد الخميس وبعد الجمعة والسبت يخلص أعماله، افترض أن الجمعة والسبت كليا يتوقف، يكون عندي توازن في الحياة، العمل عمل، عائلة عائلة، الإجازة إجازة، مهما الدنيا ما بتوقف إذا هو توقف عن هذا العمل. تمام؟